صباح الخير حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير. معكن نيلي مع أطيب حنطية حلوة بلا سكر. يلي مقاديره نصف كيلو قمح، 1.5 كيلو غرام من الحليب، 2 معلقة كبيرة من النشا، نشا الرز يعني، و10 معالق كبار من دبس التمر، ومكسرات للزينة حسب الرغبة، وقرفة، و2 معلقة كبيرة من العسل. أول شي ننقع القمح ليلة كاملة، يعني بمي باردة تحطوها بالمي وتتركوها ليلة كاملة. ثاني يوم نصفيها. هدول المقادير كلها مكتوبة على الشاشة. أول شي أنا وزنت نص كيلو، بعدين خليته ليلة كاملة، وهي تاني يوم صفيته وغسلته منيح وحطيته على النار، حطيت فوقه مي وخليته لبين ما يطبخ كتير منيح. خليه يطبخ كتير منيح، طبعا إذا في عليه وجه نشيله. هون نخلط 2 معلقة نشا بكاسة حليب، وبعدين ينطبخ منيح منيح القمح، بعدين نحط عليه الحليب ونحرك الحليب منيح. لسه هون مو محلينه، بعدين يبلش يغلي عدة غلوات، بعدين نحط عليه دبس التمر. وممكن في ناس يحطوا السكر، يعني انا حبيت احط دبس تمر، وحطيت عسل كمان، 2 معلقة كمان حطينا عسل عليه كمان، ونحركن يغلي عدة غلوات يعني. وهالقمح ممكن ناكلها كحبة كاملة، أنا بحبها حبة كاملة، وفي ناس ما بيحبوها حبة كاملة. هون أنا حطيت العسل، أنا ذكرتها قبل شوي، وبعدين وفي ناس يحبوها الحنطية مهروسة، يعني هيك بالمضرب اليدوي هرسناها منيح منيح، وبعدين نعبيهم بالصحون حسب ما ترغبوا. يا تخلوها كاملة حبة كاملة، ما تضربوها بالهند بلندر، أو تضربوها بالهند بلندر وبعدين تحطوا فوق المكسرات والقرفة وتزينوها حسب الرغبة وتقدموها. وبألف صحة وعافية، وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت، وشكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.